تحت 14 تحت 12 خذيت فيهم 7 بطولات تقريبا عام 95 الاول بالمرحلتين. هذا الشيء يعني مدرب كويتي خاصه يكون اقرب للاعبين خصوصا بالمراحل السنيه وهو ناجح ويصنع لاعب صح خلاص اخذه. اذا كابتن عبد المنعم المزيعل اعتزلت يمكن في عام 89 90 تقريبا ما قبل الغزو العراقي الغاشم بقليل. ابي اتكلم عن هذه الفتره كابتن عبد المنعم. هذه الفتره انا اعتزلت كلاعب منتخب. نعم. لكن لعبت بالنادي اروح يعني اسلي نفسي لعبت لغايه يمكن 95 وبعدين اتجهت للتدريب. نعم. طلعت يعني موسم 94-95 خلاص وقفت اللعب نهائي اتجهت للتدريب. يعني استمريت ما بعد الاعتزال تقريبا 6 سنوات على مستوى النادي. اي بس العب بالنادي. إيه. نعم. ولكن فترة ما بعد الغزو كانت فترة مفصلية اللي اعرفها انه كانت عندك اشرطة وارشيف كبير جدا. إيه. حق مشاركاتك. طبعا من 78 كان لنا اشرطة مباريات في البطولات كنت محتفظ فيها بالبيت. حتى يعني بعد الغزو كل شيء راح اكلم الربع ما حد عنده كانوا مسجلين كل واحد سجل بالفيديو اول. نعم. فسبحان الله يعني ضاعت حتى بالتلفزيون ما احنا لاقين البطولات كانت موجوده مصوره يعني الله المستعان يعني عشان نوري عيالنا ما عندنا شيء. نعم. ولكن لا زال في ارشيف كذلك في وزاره الاعلام موجود ولك صور جميله وفيديوهات جميله في ذلك الوقت ولكن اكيد ان ارشيفك الخاص يمكن كان خاص يعني نتمنى احنا والله لو يلقون نتمنى نشوف. نعم. اذا كانت فتره مفصليه يمكن الله المستعان اغلب البيوت اليوم ضاعت لهم صور وفيديوهات واشياء. نعم. يعني نسال الله انه ما يعود هذيك الفتره الصعبه. استمريت الى عام 95 ابو ناصر ومن ثم اعتزلت واخترت مجال التدريب. تدريب. نعم. كلمني عن فتره التدريب شلون كانت؟ التدريب طبعا استلمت فرق تحت 16 اخذت حققت معاهم الثالث بعدين تحت 14 دربت على طول في الساحل. اي نعم. تحت 14 تحت 12 خذيت فيهم 7 بطولات تقريبا عام 95 الاول بالمرحلتين الكاس والدوري 96 الاول بالمرحلتين بالكاس والدوري 2003 الاول بالمرحلتين الكاس والدوري. ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ انت كنت حاب مساله التدريب حتى واثناء انت لاعب كنت مفكر انه والله بعد الاعتزال بخوض مجال التدريب ولا كان الموضوع مفاجئ بالنسبه لك؟ لا انا احب التدريب. نعم. يعني هذه موهبه التدريب موهبه انك تعلم شلون شنو مميزات المدرب الناجح او قبل اكيد انك كنت لاعبين وتشوف مثلا اللاعبين حوالينك كنت تحس ان هذا راح يصير مدرب من اللاعبين؟ يبين بعضهم يعني بعضهم ما ينفع. المدرب اول شيء حتى لو كان لاعب ممتاز يعني حتى لو كان لاعب ممتاز مو كل لاعب ممتاز يصير مدرب. صحيح. المدرب هذه مثل ما تقول موهبه وايضا علم وخبره يعني احنا زدناها في خصوصا احنا خريجين تربيه بدنيه. نعم. فهذا فيها علم اول شيء وفيها خبره يعني ما يصير واحد يجي خلاص انا ادق اللاعبين على اساس اطلعهم لاعبين او وراي بطوله تلقى يعني يحرقهم يوصل لمستوى اللياقه 100% بعدين التيرم هذا يرد ينزل لما يدش البطوله اثناء البطوله. اي نعم. فلازم انت توصل 85 تدش البطوله ب 85 واثناء البطوله يعلى المستوى لاخر مباراه تلقاه. كلام جميل. هذا فن ودراسه يعني. هذا درسته انت ما تعلمته يعني. اي هذا دراسه وبعدين الموهبه في التدريب ايضا المراحل تختلف. شنو السمات اللي يحتاجها المدرب اليوم؟ المدرب يعني اول شيء يكون خبره. خبره يعني مروا عليه كذا مدرسه في التدريب. نعم. كذا مدرسه في التدريب، احنا الحمد لله مرينا الروس والكوريين. شنو المدرسه اللي تفضلها انت شخصيا كابتن عبد المنعم؟ انا افضل الاسيويه. شو السبب؟ السبب الاسيويه تركز على يعني اللعب بدون اخطاء. لان نسبه الطول عندهم يعني معينه مو متوسطه. نعم. اي نعم. ما يجيك مثل اوروبا وامريكا طوله 2.15 2.20 يعتمد على القوه والجم والجسم اكثر من شو اسمه المدرسه الاسيويه. اي المدرسه. نعم. الاسيويه لا لو بتطالع الحين يعني نسبه الخطا باستقبال فريق اليابان 98
بالمئة نسبة الخطأ 2% واحد. نعم رقم عالي جدا. اي ما تلقاه في المكانات الثانيه الدول الثانيه. نعم. وهذا الاهم اليوم، الفريق الاقل اخطاء هو اللي يقدر ياخذ الجيم. هل الاسيويين يعني في المباريات المهمه ضد اوروبا في كاس العالم يكون التنافس لمن على الغالب، للاوروبي ولا للاسيوي؟ لا طبعا الاوروبي وامريكا البرازيل امريكا الجنوبيه نعم هم الافضل باللعبه، الافضل بال في يعني الاجسام ما تقول يعني بالخامات وبالاجسام يعني. نعم عندهم موهبه ربانيه. اي هذول بالفنيات افضل، يسوون فنتات وخطط صح في الهجوم يحاولون يعني يشتتون البلوك ينحاشون عنه، لانه يجيك بلوك حائط صد يعني حائط صد يعني ما تقدر ما تقدر زين. نعم فهذول يعني الاجسام تلعب دور يعني صحيح اكيد انها تساعد وتسهل المهمة بما أنها لعبة تحتاج فعلا أجسام مثل ما تفضلت خصوصا بالطائرة يعني نعم بالقدم أو غيره واللعبة الثانية لا نعم عادي يتفاوت الطول نعم عادي صحيح صحيح وبالعكس كرة القدم يمكن الأقصر نشوفهم الأكثر مهارة وفنيات. إذن كابتن عبد المنعم الحديث عن مجال التدريب، دربت المراحل السنية ما شاء الله تبارك الله، حققت العديد من البطولات على مستوى نادي الساحل، ما دربت فريق أول؟ لا ما دربت فريق أول. أنت تحب المراحل السنية يعني كابتن عبد المنعم؟ أنا أحب المراحل السنية ويعني عرضوا علي يعني أدرب تحت 19 يعني يلعبون بعضهم يلعبون معك أي يعني المشكلة هني أنت أنا ما أحب أني أروح أعرض نفسي يعني نعم ما تروح تقول تعالوا خذوني هذا السي في مالي أنا ما أحب كذي، بس حصلت عروض لكن يعني ما كان الراتب مغري وقتها يعني بدون ذكر النادي والله تعال درب الفريق الفلاني وكان وقتها يعني ياخذون من الهيئه 400 دينار انا ما يصير راتبي يصير اقل من راتب اللاعب نعم انا مدرب يعني الاجنبي تعطي 1000 1400 وشقه وسياره نعم تشوف ما في اهتمام بالمدرب الكويتي انا ما اخذ بطوله وطالع الاول نعم تعال المفروض يكون العرض يعني يوازي نعم. يكون في تقدير اكثر يعني تقدير اكثر نعم تشوف ان المدرب الكويتي ما يحصل التقدير اللي يستحقه بالكويت والله بعضهم أخذ فرصته بعضهم أخذ فرصته ويستاهل المدرب الزين يفرض نفسه وأنا يعني أرجح هذا الشيء يعني مدرب كويتي خاصة يكون أقرب للاعبين نعم. خصوصا بالمراحل السنية وهو ناجح ويصنع لاعب صح خلاص أخذه صحيح يعني أعطيه أكثر من الأجنبي نعم يحقق فليش ما أخذه يا سلام فعلا كلام جميل كابتن عبد المنعم استمريت بالتدريب إلى اي سنه يمكن انت بديت ما بعد الاعتزال مباشره بعد سنه 95 إيه نعم. استمريت الى اي سنه في مجال التدريب استمريت يعني لغايه السنين اللي طافت هذه 2016 كذي بطلت نعم ليش ما استمريت يعني ليش وقفت 2016 بالتحديد يعني بس ما تجيني عروض ولا احب اروح انا افرض نفسي ما احب كل هذه الفتره يعني والسنوات يعني نتحدث عن 21 سنة تقريبا وانت مدرب في نادي الساحل فقط ما دربت اي نادي اخر لا نعم والتفاوت ما بين المراحل السنية المختلفة ايه حاليا انت مبتعد عن الرياضة كابتن عبد المنعم يعني ايه نعم بس مجال اطالع بس متابع ها إيه. مالك اي اسهامات ادارية تحليلية وما الى ذلك لا ما اطالع فقط. اتابع بس شنو تتابع بالضبط أتابع يعني المباريات المهمة المستوى البطولات الخليج يعني كذي إذا بطولات مهمة نعم أتابعهم شلون تشوف مستوى كرة الطائرة في الخليج بشكل عام والله كرة الطائرة طبعا بالخليج تطورت مو مثل أول يعني صارت فيها منافسات يعني ما تدري منو ياخذ بطولة منو يعني تحسن المستوى وايد يعني صار فيه اهتمام أميز منتخب خليجي باللعبة حاليا من وجهة نظرك تشوف إنه منتخب متعوب عليه وتم الاهتمام فيه يعني حاليا المتسيدين في كرة الطائرة بالخليج؟ نعم والله ما أقدر أميز بينهم يعني إن مستوياتهم دائما متقاربة نعم إذا الأمانة استمتعت أنا كابتن عبد المنعم بالحديث معاك عن هذه المسيرة مسيرة نجومية شرفتنا ونورتنا في برنامج مشوار الله يسلمك تسلم طول بعمرك كل الشكر الكابتن عبد المنعم المزاعل والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على متابعتكم برنامج مشوار نجم على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة مع نجوم آخرين في أمان الله.